انتقال ديالي للفريق فيتوريا سي شوبال جا عن صدفة. المفاوضات ما دازتش 3 أيام، كان ديجا جاوني دي زوفر من الخليج، من المغرب، من الأمريك، ولكن فضلت نمشي لأوروب للفريق فيتوريا سي شوبال باش نزيد نطور راسي ونزيد نكتشف بزاف الحوايج في كرة القدم. ولما انا كنفكر دابا في المنتخب الوطني، الالتحاق ديالي في فيتوريا سي شوبال جاء عن تفكير والتشاور مع الزملاء ديالي في الفريق والتشاور مع لاعبين سابقين اللي دازوا في الاوروب. وبعد التفكير فضلت ننتقل لفريق اوروبي باش نزيد نحترف ونزيد نطور راسي. المحليه ما عرفتش، اما بالنسبه ديال لشبونه كانت واحد التشاف، كانت واحد التفاوضات بينه وبين المكتب المسير، ولكن جا فريق فيتوريا سي شوبال اللي دخل في مفاوضات بجد والتحقت به في هذه الايام. ان شاء الله غنلتحق بالفريق ونمشي ندير تيست ميديكال وان شاء الله نبدا معهم بريباراسيون ان شاء الله. ولما لا واحد في شكل التحق للدوريات الاوروبيه كيكون قريب اكثر باش يلتحق بالمنتخب الوطني، كتزيد تطور راسك وتزيد تعمل باش توصل لهذا الحلم اللي هو حلم بالالتحاق بالفريق الوطني واللعب الكاس افريقيا وكاس العالم. لما لا، وهادشي ان شاء الله اللي كنتمناه وهادشي اللي المراد اللي غادي اللي بغيت نوصل ليه هو الالتحاق بالمنتخب الوطني المغربي ان شاء الله.